ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا يتجدد مع الشاعر الشيخ ساسي بن حرز الله في قصيدة عنوانها النظرة الأخيرة والوداع الأخير. النظرة الأخيرة والوداع الأخير. نقول معتها قم لي يراها الطل ومصعبها حالات مر على الإنسان، هموم الدنيا كاملة عني تنزل والدمعة تسير من عيني ويدان، القلب مجروح والعقل تهول وفقدت فيها الأمل والحال شيان، اتيقنت خلاص من هذه نرحل ونفارق هذه الدنيا أقرب لوان، أضعف جهدي والجسد عاد ينمل وضياق عليال واسع من الأوطان، دان اتكلم ما طقتش نسول وعجز عليا نطق باللسان، فارقني زهو الدنيا راح تبدل والفرحة ولات لي هي الأحزان، والطيب فيها ولا لي حنظل واللي كان عسل أرجع لي قطران، ذيك الساعة يا أحبابي نتخيل تنطحني كل المحاين شاو زمان، ننظر للأولاد فيهم نتأمل كل واحد نعطيه لمحة بالأعيان، مرة على اليمين عيني تتحول ومرة على الشمال صادتني نيران، من ذلك قبضايا العقل وش نعمل، قيل الهرب لي هو عظيم الشان، بكري كنت صغير زاهي متطهلل عاجبني حال الدنيا وانا نشوان، اتفكرت ايام فيها متدلل ماني داري بالمحاين يا اخوان، واللي كنت عزيز عنه ومجمل ما نفعني في الشدة وابقى حيران، زرعي الاخضر زرعي الاخضر اصفار ورق وراه ذبل، حصد ووجد راه حاضر في الميدان، ما يتأخر ما يقدم الأجل بالواجب يقوم ومقيد العنوان، مهبل بعض الناس يا خوتي مهبل والعبد العاقل ما يعطيها الأمان، أفطن يا مقرور قبل ما ترحل حاسب نفسك زين واخذي الشيطان، ماني داري بعد موتي على هنطل ماني عارف لا ربح لا خسران، خفف حملي يا إلهي راه ثقل زكي عملي يكون وافي في الميزان، أرحم ضعفي يا المولاي كامل جود عليا بالعفو وانت الحنان، أعطيني مكان عالي في المنزل وسألي ما أعطاك في ذاك الجنان، أغفر للوالدين والمسلمين الكل ونجينا برحمتك من النيران، والصلاة على خاتم الرسل محمد رسول الله طه العدنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم نسألك أحسن خاتمة يا رب العالمين.